إلهينا الله نغضب أراضي قبي ألد عداود يحمانا يا لدي من دلبات أبد كنا يدير كواري تصارن هي واجي بريبا عور ميا دعوة ميا نفوا ميا دمانا يا قاعدة كهيا إن كارنا أتي دوتنا أتي دوتنا أنا هيسن أبد كنا نحن إلى رين نسينا وحول الله ما دونتو خير هذا أنا وحكم صوب بحانا بارك الله فيكم خبره إنه حين كسر قلنا دوننا ما إن شاء الله تعالى دور قضب قضب هذا وحكم إذا كو حاران لماذا يا حاران تهاي أما آذي له وادكي قفوا مسلم كاري جيسة روح مسلم كاري جيسة إلا داديو استحق نما أنا لقو استحق درا أنا لقو داديو خطر تاي إلا دهاي الله وحوليه قفوا مسلم أما قف مؤمن الدلة isagoo u kasaya abaalkiisu jahannamo weeyo waanu ku waraya ilaahayna waa u caroday ilaahay waa nacdalay adab weyna waa u diyaariyay ayada inagu ka duulana waxaynu ku jirnaa xilal ay fitanku fara badan yihiin oo iska dhib yar tahay qofka muslimka in la dilo qabiilaha loo dilo siyaasadaha loo dilo سبب كلا هلو ديلو حفظون هلو ديلو خطر تيدا يلي ده يقف مسلم ديكي سين لداريا بارك الله فيكم وين قف ولا مسلمي أرين تا هذا يجي دو ترين سلام وحين كتر راحلي أي فيتا جوزكو أوجيهين وحين الله يكبر ينعين ونجبت باديو فيتا كات هاجن إلها إنه وحين كبر ينها ولا ينفرق كل شيء شركة وين من غير عليه خير كذا نسيه القضب كاسوا قضب هل قد دكتور هذا قضب كلبات وقضب كت على اللقاء عند أمة دو ترين الساعة يا عند الله ترين يا قاب كيو ضد رقمية حقوق ما كت على اللقاء حقوق لا سوى حوي حقه إن عند الله دور توم هذا لقد دكتور حق الله بعد وآه هدي أدورتي وهي أدورتي ناتكم مراقبة بيسو أما أدكو إلى لسو سيد أدورتي مكودة قيا مسوا بربر مري ولا لما حلكي قدم كصدحة وحوي قفكي حلك اللوديني سيد أديو قصو بحواي حلك ملقا قاضية شرع الإسلام هو صدح لا قضب وي كهدر وحا قضب كوكوبات ومدى مسلمين تين عيده قامي صد دورتان وولي بعيده وقلان تي أهل الحل والعقد هاي دورتها وقضب كوكومه مسوي هذه الله دورتنا قف كاسي ماها قف السقو سيد الدولي إليه والباب هذا ضد كيسو دورتي كحيراني أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلافة مركي لودي بي خطبة بوشيري خطبة أسوا حيت المامة صح تتكلم الحكومة يو هي حاكم كو السيدة وضع رقمية وحل يا أبو بكر رضي الله عنه إن أحسنت فاعينوني ورحل كايو دي بتين هدان هجاجية يبو كالمية وإن أسأت فقونوني حتى أن قال الله عظام وحقل دان يتوسيه أضيعني ما أضعت الله يا داعي تين الله يا داعي فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم حتى أن إلهي عاصيه وحفظ أيرين بولية وأقرارك تلمامية ومضوا إلى عدة يد الحكومة يقوى أيون تليان يسوى ونغضب الشقية وقالوا إنه الشغالة ذات كانوا يهي حلك هو هاي سيدو كلام أبو بكر الصديق رضي الله عنه مال المال ما حكم إذا سقطت كي ده تاجر وحش شيء نبى هذا الكوكب تاج تاجي ده وده تنو هاي استاجي صحابي اللي ورد في برزة الأسلم isagoo ka xanaaqsan madaxweynaha muslimiinta ama khaliifka
ninkaasi sidoo la hadlay Abu Bakar Siddiq wuxuu ku yiri khalifkii rasuulka Ilaahay aan madaxa ka gooyay bu siida Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu barnaamijkii uu ka hanaaqsanaa ninkaas uu ka leexday hadalkii markaa mowduucu uu ka baydhay hawlihiisii kale iska waday markii la kala tagay buu yeeray ninkii saxaabiga ahaa Abu Bakar al-Aslam waxa uu ku yiri maxaad ku yeeli lahayd ninka ma hawshaad sheegaysid lahayd madaxaan ka goynaya igu sii daa ma kaa dhabee saxaabigu wuxuu yidhi rasuul khaliifkii ilaahay ayuu xataa imikana haddaad amarta waan geliya Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu wuxuu yidhi arrintaasi qofna xaq uma laha qof walba arrinkiisa waa la diidaya waana la dhaliilaya rasuulka ilaahay cidaan ahayn oo la dhaliilay inama jirto sidaa darteed Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu wuxuu aasaasay ama ogolaanshiyo uu siiyey qofka mucaaridka inuu hadal yeelan karo uu ka hor iman karo ra'yigiisana yeelan karo laguna dilay laguna xidhay ra'yigiisana uu cabiri karo waxaa loo baahan yahay qofka madaxda muslimiinta u ahi inuu noqdo qof dadka la tashada keligii taliye keligii hayse siduu doono yeele loo joojin maayo qof noocaas ummadda uma taliyo rasuulka ilaahay sallallahu calayhi wasallam allah wuu ammaanay waxaanu ku ammaanay fabima raxmatin min allahi linta lahum walaw kunta fadlan galiida alqalbi lanfadu min xawlik rasuulkii ilaahayow naxariista ilaahay kugu naxariistay baad ugu dibisanaatay haddaad mid qalqallafsan ahaan lahayd waa lagaa kala tegi lahaa talihiihu markaa ama hogaamiyaa ummaddu maaha inuu noqdo nin aan cidna dhegaysantuu doonana yeela mar kale allah wuxuu ammaanay ummaddan waxaanu ku tilmaamay waladiina istajaabuu lirabbihim waaqaamu salaata waamruhum shuura baynahum waxa weeye kuwa ilaahay rumeeyey salaadana ooga arrintoodana ka wada tashada maxaynu yeella arrinkanaa taagana maxaynu yeella ka taliya waa inuu qofka madaxda yidhaahdo nabiyullaahi muxamedna cid ka caqli badnayd oo ka toosni badnayd may jirin haddana sidaasuu yeelay saxaabada rasuulkuna sidoo kale ahaayeen mashaakilku markay dhacaan way la tashan jireen ummadda waxbay weydiin jireen tusaale ahaan طاعون با خلي خليده كميده المسلمين تمركي مدخ لهاين خليفتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايات الله اي دسك وي مدين صحابدي با غوداي تيتنا و سوغ ييره تقودياشي قريشيد دسك غور هره اسلامي كوي عيد ولبا و خو ويدي تلدا ما خا كسو بخاي اذا سمعتم طاعون بارض فلا تدخلوها واذا وقع بارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها xadiiskaasaa loo sheegay cabdiraxmaan ibn cawf baa waramay maxaa soo baxay inuu qof waliba meeshiisa joogo magaalooyinkana aan cidigelin oo markaa takoorkaa la sameeyo waa inay dadka madaxda iyo ummadda ay la tashadaan cumar ibn khadaab radiyallahu canhu markii hantidu fara badatay waxa uu kala tashanayasay in xoolahan u qaybanaayo dhulkan ciraaq ku yaalaya hantida saddex maalmood baa loo fadhiyey sida xoolaha loo qaybin lahaa imaamu zuhri waxa uu leeyahay xataa waa in dhallinyarada lala tashado da'yarta waayo jirkoogu siduu cusub yahay maskaxdooduna cusub tahay laa taxburu anfusakum lixudaathati asnaanikum fa ina cumar ibnu khadaab radiyallahu canhu kaana idaa nazala bihi alamru almucadal dacal futyaana fastashaarahum cumar ibnu khadaab radiyallahu canhu hudaybtu xataa u yeerjay markuu odayada soo dhameeyey cid walba waa ra'yigu weydiin jiray maxaynu yeellaa waa waxa dadka lagu dhaqee lagu hogaamiyo wadatashigu waa waxa ummaddu ay ku shaqayso wey madaxdu hadday toosnaan waayaan oo sidii loogu talagalay dadka ama dantooda ay ku jirtay dalka iyo dadka iyo diintuba hadday ugu hogaamin waayaan
xilka waa laga qaadaa ummadi muslimiintuna sidaas ay haayeen waa la xiri jiray ninka la arko isagoo hawshii loo xil saaray ka soo bixi waayay waxaan u baahanay markaa inaynu noqono ku dhaqanka shariicada inoo kaliya tan cid dooranayno tan cid bedelayno tan qaar cusub doonayno waa inaynu dinteena ka dhex ragnaa ogaanaa meeqaanka aynu leenahay iyo inaynu nahay loo shaqeeyayaal madaxdu aanay noqonin dad iyaga aynu dulaysanahay baraka allah fiikum walaalayaal ilaahay aan ka yaabno marka labaad iyo marka koowaadba waayo alla ka cabsigo waa waxaynu ku toosanno waa waxaynu ku badbaadanna aakhiriya adduunka waa waxaynu kaga badbaadanna nolosha adduunyo rafaadkeeda iyo mashaakilkeeda waa waxaynu ku kala badbaadanno waxaynu nolol wanaagsan oo isu naxariisasha ay ku jirto ugu noolaanna weeye alla ka yaabku weeye haddaan ilaahay laga yaabayn waxay noqonayaan ummaddu qaar sugnaa oo midba midku ka xoog wan yahay marka uu xoog sheegto baraka allah fiikum waxaa jirta haddaynu soo noqono qodobkeennii hore wadatashiga ummadda in lagu hago waxaa dhacday cubaydullaahi ibnu camar ayaa dilay nin rumnu zaan qoladaa ka tirsana ninkaa wuxuu u dilay wuxuu ka tirsanaa baa la yidhi qoladii aabbihii dishay khaliifkii dishay buu ahaa dabeetana aar buu u dilay inuugu aaro aabbihii oo abulu'laa ninkii la odhan jiray raggii dilka kala qayb galay buu ahaa baa la yidhi dabadeetana arrintaasi markay dhacday cuhmaan bin cafaan radia allaahu canhu dadkii wuu kala tashaday waayo arrintan meesha jirtaa waxay weeye ninkani nin buu dilay qofku qof hadduu dilo waa loo dilaa waa loo qisaasaa laakiin shubhaa jirtayo ninkan la dilay nin dhiig laga tirsanayay ama wax loo tirinayayba ummaddii muslimiinta ahayd buu la tashaday talada waxaa lagu bixiyey in meegta ninkaa la bixiyo oo saxaabigana ha la dilin meesha shubhaa ku jirta waxay yidhaahdeen ha dilin magtii ha la bixiyo sidaasaanay ku socotay tallaabooyinkii uu qaaday cuhmaan ibnu cafaan radia allaahu canhu waxaa ka mid ahayd inuu kitaabka qur-aanka ah mushaf keliya ku ururiyo meelihii kala duwanaa faraa badnaa ee qur-aanka lagu qorayna la gubay intii kale halkaa mushafna la hayo waanu kala tashaday saxaabigu dadkii muslimiinta ahaa iyo saxaabadii sidoo kale cali bin abi aalib radia allahu canhu saasoo kale ula tashaday maxayn markaa arrimaha u soo qaadanana wadatashiga waxisweydiinta halkay daniinoogu jirtaa halkaynu marannaa maxaynu yeelannaa waa in wax layska weydiiyo waa in la tashado oo dalka iyo dadka keebaa nimankaynu doonayna eel baadeerka ah meel niman kale jira maaha keebaynu doorananaa waa inaynu danteenna ka dhexeyna keebaa wax u qabanaya ummadda isku wadaya dhiiggooguna kala badbaadaya isu jiiday waynu nahnaa keebaynu aragnayn wax ka aragnay keebaynu wax ka wulanaynaa keebaynu wax ka rajaynaynaa inay wax iskaga bedelaan haddaynu laakiin sideennii hore unahaano wax isbeddelku oon waxba inoo kordhin waayo aragnimo inoo kordhin oo garaad bogugo inoo kordhay aanu inoo kordhin waayo aan darrawey marka waxaan leeyahay mustaqbalka ummadda iyo dadka isu hayntooda innaga ayaa inoo taallaa innagaa laynaga rabaa inaynu ka arimino innagaa laynooga baahan yahay dee waa nimankaan inoo meesha xilka doonaya nin waliba shaqa tagayahay waa ayna madayni keebaa wax inoo qabanaya keebaa wax inoo taraya keebaa wanaagsan yaa innagoon midna dhalaaco iyo meel ka dhac ku sameyni innagoon midna qabiil iyo qoysu ka soo jeeda u eegayn waayo waxba ma kala ahaa qol ahaan haddaad u eegto laakiin shaqsi ahaan ayaa qofka islaamka loo miisaamaa
وحد كارك تبع لقوميسان وحد الله يهاي ترى ذي كيدين تالا تخير كلام الله كده إلهي وحن ويجي سنة إنها كخير كبدن النضارة إلهي وحن ويجي سنة الناس كذلك يضلك يدين تبع في عيش وجر إلهي نسي كإلهي نصوص على كي شر وضعنا إلهي شرك سنة كافية أنت وحما قرأت هذا أولاد وحن كده جينا وحن لا يهاي أولاد ما ترتم بأكيدة ترتكاسون كلا دور تيلم هذا لا ترتمه تمدون بعد ديري كي إنك وين ديري سينو ما نديراني مركا هل كاسون هلا نقضه إلهينا هلا نقضه أرادية قبيلة عداوت يحمانا يا رديك من دلابات قبض كيني يريك كواري تصاران هي واجي بريبا عور مية دعوة مية نافو مية دمانا مية قاعدة كهية إن كارنا هذه دوتنا هذه دونا نهيسن قبض كيني نحن إدارين نسينا وحول ما دونتو خير دانا وحكم صوب حانه عرفت هل توجيهي وبالله التوفيق وربعين تنلوش إسلام كوا وربعين كش قيسة أرمها تعودة إسلام كان له أذكيد براها بالشدة موبايل كاجا كأنت أيد كلا سعد دون تور بعين تنلوش إسلام كا فضنا كم من نقور بعين تنلوش إسلام كا هذا واحد كح الناتا أذكيد براها بالشدة سدا فيسبوك تيك توك تويتر كا يوتيوب كا إنستغرام كا